بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض المحاضرة الستة، محاضرة البي جي تي. في الجزء الثاني بقى من المحاضرة عايزين نفهم ايه اللي بيحصل جوه. احنا في الجزء الاولاني احنا شرحنا البي جي تي بس ما شرحناهوش. شرحنا البي جي تي يعني قلنا ان هلاقي لو انا جيت اقيسه في المعمل هلاقي اي في كاركترستكس بتاعت فولتج كنترول كارنت سورس، بس ما شرحناهوش ان احنا ما قلناش هي ليه بتطلع بالشكل ده. لو انت عندك مشكلة في الجزء اللي فات اعمل الريسات كده، واعتبر ان احنا نبدا بداية فريش من جديد، وعايزين نعرف البي جي تي ده فيزيكالي من جوه بيشتغل ازاي. طيب احنا قلنا ان الاوبريشن بتاع البي جي تي معتمد في الحقيقه على الاوبريشن بتاع البي ان جانكشن، ورجعنا مع بعض البي ان جانكشن في الجزء اللي فات. قلت في الفورورد الكارنت ديفيوجن، وفي الريفرس الكارنت الكارنت دريفت. وقلت بقى ان البي جي تي بتاعي في الحقيقه عباره عن 2 بي ان جانكشنز. ال 2 بي ان جانكشنز دول باك تو باك. باك تو باك يعني واصلين في ظهرهم في ظهر بعض، واصلين عكس بعض. فبالتالي قلت ان المفروض ما فيش كارنت ينفع يمشي في الحقيقه. ليه؟ لان الكارنت لو جه يمشي كده اهو هتبقى الجانكشن دي ريفرس، اللي احنا سميناها الكوليكتور بيس جانكشن. ونفس الحكايه الكارنت لو جه يمشي كده اهو هتبقى الجانكشن دي برضو ريفرس، اللي احنا سميناها الايه برضو الكوليكتور بيس الكوليكتور بيس جانكشن. طب ايه اللي بيحصل في البي جي تي بيخليه مختلف؟ اللي بيحصل في البي جي تي بيخليه مختلف ان انا في الحقيقه بخلي البيس بتاعه دي فيري ثين، بخلي البيز فيري ثين، منطقه البيز اللي هي المنطقه دي كده اللي هي منطقه البي هنا اهو بخليها صغيره جدا. لما اخليها صغيره جدا بيبدا يحصل انتر اكشن ما بين الجانكشن دي والجانكشن دي. الجانكشن دي والجانكشن دي بيبقوا كابلد لبعض. يعني ايه كابلد؟ يعني الاوبريشن بتاعهم بيبقى مرتبط ببعض. نفس الحكايه برضو هنا اهو، لما صغر منطقه البيز اللي هنا دي كده اهو بيبدا يحصل انتر اكشن ما بين الجانكشن دي والجانكشن دي. الانتراكشن اللي بيحصل ده هو اللي بيديك البيهيفير العجيب الغريب بتاع الفولتج كنترول كارنت سورس. طب فين الانتراكشن ده يا عم؟ بيحصل ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. طب تعالوا نشوف بقى بطريقه مبسطه ازاي الانتراكشن ده بيحصل، وازاي ان البي جي تي بيشتغل بالايه بالشكل اللي احنا بنقول عليه ده. طيب تعالوا نمسك ال ان بي ان از ان اكزامبل. هو ده كده عباره عن ايه؟ ده كده عباره عن ان بي ان ترانزستور، وهنقول قدام البي ان بي نفس الاوبريشن بالظبط، اختلاف بس في الايه في الاشارات. طيب الان بي ان زي ما اتفقنا ادي تيرمينال اللي هي البيز، وادي تيرمينال اللي هي الكوليكتور، وادي تيرمينال اللي هي الايه اللي هي الاميتر. طيب هعمل ايه؟ هوصل هنا بطاريه ما بين البيز والاميتر. خد بالك الموجب بتاعي عند البي والسالب عند الان، فبالتالي الجانكشن دي كده فورورد بايست. الجانكشن دي فورورد بايست، ما تنساش ان الجانكشن دي احنا كنا بنسميها الايه؟ بنسميها الاميتر بيز جانكشن. طيب هروح بقى عند الايه؟ عند الجانكشن اللي فوق. هوصل الموجب عند الان اهو، والسالب عند البي، فبالتالي الجانكشن دي هتبقى ريفيرس بايست. دي اللي احنا كنا بنسميها الكوليكتور بيز جانكشن. يبقى انا عندي التو جانكشنز بتوعي، واحده فورورد وواحده ايه؟ وواحده ريفرس. طيب جميل. طب ايه كمان يا سيدي؟ ملاحظه برضو. ايه الملاحظه؟ البي ان جانكشن بتاعتنا احنا عارفين البي ان جانكشن لو انا عندي هنا بي وعندي ان وهيمشي فورورد كارنت، ان الكارنت ده في الحقيقه بيكون فيه الاثنين الكترونز وايه الكترونز وهولز، بيكون فيه الكترونز وبيكون فيه هولز. لكن لو انا خليت واحد من السايدز هايلي دوبت، يعني خليت ان هي بدل ما هي ان خليتها ان بلس بلس، دي معناها ان الدوبنج عالي جدا. لو خليت ان الان ان بلس هيبقى معظم الكارنت بتاعي الكترونز في الحقيقه. خد بالك ان احنا اوعى تنسى حكايه ان الكارنت لما يمشي في الدايركشن ده يبقى الالكترونز بتمشي في الدايركشن الايه؟ في الدايركشن العكسي. فده اللي انا هعمله هنا برضو بالظبط. انا هعمل ايه؟ هخلي الاميتر بتاعي ده ان بلس، يعني الدوبنج بتاعه عالي جدا. طيب وانا عملت له فورورد، ودي اكنها عباره عن بي انجنكشن اهي، بي انجنكشن يا سيدي وعملنا لها فورورد، هتعمل ايه؟ هيمشي فيها كارنت فورورد كارنت اكسبوننشال اهو. خد بالك السهم بتاع الكارنت بيشاور في نفس سهم الايه؟ في نفس سهم البي انجنكشن. طب الكارنت ده اكسبوننشال بيعتمد على مين؟ بيعتمد على الفولت اللي على الدايود، الفولت اللي على الجنكشن. طب الفولت اللي على الجنكشن بتاعتي اللي هو مين؟ اللي هو الفي بي اي. ده كده الفولت اللي على ايه؟ ده كده الفولت اللي على الجنكشن. لحد كده ما قلناش حاجه غريبه ولا قلنا حاجه جديده، واتفقنا مع بعض ان الكارنت ماشي في الدايركشن ده، يبقى الالكترونز بتاعتي ماشيه في الدايركشن العكسي. الالكترونز ماشيه كده اهو لفوق، الكارنت ماشي لتحت، والالكترونز ماشيه ايه؟ ماشيه لفوق. طب والجانكشن اللي فوق اخبارها ايه؟ قال لك الجانكشن اللي فوق انت قلت لي ان انا عامل لها ريفرس بايس، يبقى هل هيمشي فيها كارنت؟ مفروض لا،
الكلام بتاع البين جانكشنز، بيقول لك يا عم الجانكشن لو ريفرس مش هيمشي فيها كارنت، بس خد بالك هو المفروض ما يمشيش فيها كارنت، بس هي فيها الكتريك فيلد. خد بالك ان انا موصل الموجب اهو فوق والسالب تحت، وخد بالك ان انا حتى اصلا لو مش عامل ريفرس بايس ده في كارنت، في الكتريك فيلد اللي هو البيلت ان، في بيلت ان الكتريك فيلد بيشاور في نفس الدايركشن ده. هو الالكتريك فيلد ده عايز يمشي الكارنت فين؟ المفروض ان الدريفت كارنت بيمشي في نفس اتجاه الالكتريك فيلد. الله، طب هنا ليه ما فيش كارنت بيمشي؟ عشان ده ريفرس زي ما اتفقنا، ما عنديش كاريرز. هو انا عندي فيلد بس ما عنديش كاريرز. لحد كده برضو ما قلناش اي حاجه جديده، نفس الكلام بتاع الايه، نفس الكلام بتاع البين جانكشن. الله، طب ايه الجديد بقى؟ ايه اللي خلى البي جي تي ده يشتغل بطريقه مختلفه؟ ركز معايا بقى في اهم حته دلوقتي. ايه اهم حته؟ اهم حته ان احنا زي ما قلنا ان لما صغر البيز هخلي الجانكشن دي قريبه جدا من الجانكشن دي، التو جانكشنز دول قريبين جدا من بعض. طب ايه اللي هيحصل؟ بص معايا يا سيدي، دلوقتي الجانكشن اللي هي الفورورد مفروض ان هي هتمشي الكارنت بتاعي في اللوب دي كده اهو. ده الكلام انا عارفه من زمان، والله بي ان جانكشن وفورورد وحاطط عليها بطاريه، الكارنت هيمشي في اللوب اللي احنا ايه، في اللوب اللي احنا شايفينها دي. طب الكارنت اللي يمشي في اللوب اللي احنا شايفينها دي معناها ان الايه، معناها ان الالكترونز مفروض ان هي تمشي بالشكل العكسي كده اهو. مفروض عندي الكترونز تلف بالشكل الايه، بالشكل العكسي. طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الالكترونز وهي ماشيه، ركز معايا بقى هنا اهو، الالكترونز وهي ماشيه لفوق كده اهو، رايحه خارجه عايزه تخرج من البيز، عايزه تخرج من البيز، نتيجه ان تو جانكشنز قريبين جدا من بعض، هتلاقي ان في الكتريك فيلد بيشدها. خد بالك الالكتريك فيلد بيشاور لتحت، يعني عايز يمشي الالكترونز دي لفوق. فبدل ما الالكترونز تخرج من البيز، الالكتريك فيلد ده هيشدها لفوق وتخرج من الكوليكتور. خد بالك الكترونز ماشيه لفوق وخرجت من الكوليكتور، معناها ان انا عندي هنا كوليكتور كارنت في الاتجاه ده، الكارنت عكس اتجاه الالكترونز. يعني بمعنى اخر، بدل ما الفورورد كارنت ده بدل ما يمشي في البيز، الكوليكتور هيسرقه ويروح يمشي في الكوليكتور. خد بالك لما يمشي في الكوليكتور مين اللي مشاه؟ الالكتريك فيلد. طب هيمشيه في انهي دايركشن؟ في الريفرس دايركشن. ده الكارنت ماشي كده اهو في الريفرس دايركشن. هو ينفع كارنت يمشي في الريفرس؟ والله ينفع لو في كاريرز. هو ده بقى الانجكشن اللي احنا كنا بنحكي عليه، اكن الجانكشن اللي تحت دي كده هي الحقنه، بتحقن الجانكشن اللي فوق بالكترونز. الالكترونز دي اول ما تبقى انجكتد تيجي هنا تلاقي الكتريك فيلد هيشدها على طول وتمشي الالكترونز بتاعتي لفوق، يعني كارنت ماشي لتحت. يعني خلاصه الكلام من الاخر ان هلاقي ان الكوليكتور كارنت جيفن بالايه، جيفن بالايكويشن دي. هو ده خلاصه الكلام. الله، يعني ايه؟ يعني الكارنت اللي هنا ده اللي هو كان مفروض الكارنت اللي يمشي في البيز، الكارنت ده كده اهو هيمشي فين؟ هيروح يمشي في الكوليكتور. فالكارنت هيمشي في الكوليكتور، فالكوليكتور كارنت بتاعي اهو هيبقى جيفن بالايكويشن دي. والايكويشن دي بتقول لك الملاحظه العجيبه اللي احنا شفناها بقى في الجزء الاولاني من المحاضره بتاعت الميجرمنتس اللي احنا عملناها في المعمل، ان الكارنت بتاعي ده هل بيعتمد على الفولت اللي عند الكوليكتور؟ لا، ده بيعتمد على الفولت اللي ما بين البيز والاميتر. يعني بمعنى اخر المعادله دي بتقول ان انا عندي ايه، ان انا عندي فولتج كنترولد كارنت سورس. الله، ازاي؟ ما طالما عندك كارنت ما كارنت عند الكوليكتور ما بيعتمدش على الفولت اللي عند الكوليكتور، يبقى انت عندك كارنت سورس. وطالما عندك كارنت بتحكم فيها عن طريق فولت موجود في حته تانية من الدايره، يبقى انت عندك فولتج كنترولد كارنت سورس. طب تعالوا نراجع تاني. يبقى احنا قلنا ان انا عندي تو جانكشنز باك تو باك بس كابلد، يعني قريبين جدا من بعض. بحط في بي اي بيعمل فورورد بايسنج، فبيمشي فورورد كارنت، بس الكارنت ده نتيجه اللي هو كارنت الكترون كارنت هيتسحب بالالكتريك فيلد، بدل ما يخرج من البيز هيروح يخرج من الكوليكتور. حاليا ان الكوليكتور كارنت هو تقريبا الاميتر كارنت، بيعتمد على الفي بي اي ما بيعتمدش على الفولت اللي عند الكوليكتور. وهي دي في الحقيقه الوظيفه البيزك بتاعه الترانزستور، ان هو بيديك عمليه الكنترول. عندي فولت في ناحيه بيتحكم في كارنت في ايه، بيتحكم في كارنت في ناحيه.
طيب تعالوا نفكر مع بعض كده دلوقتي، تعالوا نفكر مع بعض، انا همسح كده اهو تاني الكلام ده كله وتعالوا نفكر مع بعض. احنا قلنا الموضوع كله اللي بيحصل ان الالكترونز اللي ماشيه هنا اللي هي في الفورورد بايس بي ان جانكشن دي، بدل ما تخرج من البيز الالكتريك فيلد ده بيشدها لفوق، تقوم خارجه منين؟ تقوم خارجه من الكوليكتور. طيب هل كلهم هيتشدوا ولا في شويه هيهربوا ويروحوا في البيز؟ في شويه هيهربوا ويروحوا في البيز، بس شويه صغيرين، بس شويه صغيرين، تمام؟ فبنيجي نديفاين بقى الكلام ده عن طريق ان احنا بنقسم الكوليكتور كارنت على البيز كارنت، وبنسمي الريشيو دي بنديها رمز شهير اسمه البيتا. البيتا دي بنقول ان هي الكوليكتور كارنت على البيز كارنت. مفروض مين الكبير ومين الصغير؟ مفروض الكوليكتور زي ما قلنا بيسرق معظم الالكترونز ويروحوا يمشوا في الكوليكتور كارنت، الشوية الصغيرين اللي بيهربوا ويروحوا يفرقوا في البيز ده بيديك كارنت صغير، فبالتالي بتكون البيتا بتاعتك دايما رقم كبير اكبر بكتير من الواحد، تيبيكالي بترينج من 50 لحد ايه لحد 200. طبعا الفاليو الحقيقيه بتاعتها بتعتمد على طريقه تصنيع الترانزستور والدايمنشنز بتاعته والحراره وقصص طويله كده، لكن اوفر اول بتبقى فاليو كبيره. طب واحد يقول لي بقى دلوقتي، طب الفي سي بي دي لازمتها ايه دلوقتي طالما هي ما بتتحكمش في الكارنت؟ طالما بقول ان الكارنت بيعتمدش على الفي سي بي، يقول لك لا دي ليها لازمه. ايه لازمتها؟ لازمتها ان هي تحافظ لي على الجانكشن دي ريفرس عشان يبقى عندي الكتريك فيلد يعرف يسرق الكاريرز. هتقولي طب ما انا لما زودها الالكتريك فيلد هيزيد. هي الفكره مش في الالكتريك فيلد كبير ولا صغير، اي الكتريك فيلد موجود هيعرف يسرق الكاريرز ويطلعهم فوق، كونه كبير كونه صغير ما بتفرقش قوي، ده بيعمل فرق صغير جدا، فرق هامشي. فالفكره كلها ان انا يكون عندي الكتريك فيلد، وده في الحقيقه بقى اللي كان بيطلع لنا الكاركترستكس اللي احنا كنا بنحكي عليها، اللي احنا كنا بنحكي عليها في الجزء اللي فات من المحاضره. لو جيت ارسم اللي بيحصل دلوقتي اهو الاي سي فيرسس الفي سي بي، جيت ارسم الاي سي هلاقي الاي سي ثابت، انا عمال اغير في الفي سي بي والاي سي ما بيتغيرش. تعال طب ليه ما بيتغيرش؟ تعال بص كده في المعادله، ادي معادله الاي سي، هل المعادله دي فيها في سي بي؟ تقول لي لا ما فيهاش في سي بي. طب هيتغير ليه الكارنت بقى طالما المعادله ما فيهاش في سي بي؟ طب ليه بتقولي ان الكارنت هيتغير؟ ما الكارنت مش هيتغير، الكارنت اللي كان ماشي في الاميتر هو اللي هيروح في الايه، هو اللي هيروح في الكوليكتور، فعندي كارنت ثابت، عشان كده بقول ان انا عندي كارنت سورس. لكن لو غيرت الفي بي اي، خد بالك تغيير صغير قوي بيعمل اكسبوننشال تشينج، لو غيرت في الفي بي اي هلاقي الكارنت في كارنت جديد، بس برضو الكارنت الجديد ده ما بيعتمدش على الفي سي بي. فعندي هنا لو ده في بي اي 1 هيبقى ده في بي اي ايه، هيبقى ده في بي اي 2، كل واحد هيديك كارنت مختلف لكن الكارنت ده ما بيعتمدش على الفي سي بي. طب تعالى بقى نسترجع الكلام اللي احنا كنا بنقوله، ونسترجع الكلام اللي احنا كنا بنقوله في الجزء اللي فات من المحاضره. طب انا هبدا اقلل الفي سي بي، اقلل الفي سي بي والكارنت ثابت، الكارنت ثابت، الكارنت ثابت، الكارنت ثابت. طب لو حطيت الفي سي بي بالنيجاتيف، حطيت الفي سي بي بالنيجاتيف، هنا خد بالك الفي سي بي بالبوزيتيف، لو حطيتها بالنيجاتيف يا ترى ده معناه ايه؟ لو حطيت الفي سي بي بالنيجاتيف يعني معناها اكني قلبت البولاريتي بتاعه البطاريه دي. الله، طب ده معناه ايه؟ معناه ان الجانكشن دي بدل ما هي ريفرس هتقلب تبقى فورورد، هتقلب تبقى فورورد. هتقول لي بس يبقى انا كده بوظت كل حاجه والاوبريشن كله هيبوظ، اقول لك في الحقيقه لا. الله، هتقول لي لا ليه؟ اقول لك طب تعالى كده نسترجع مع بعض الايه كاركترستكس بتاعه الدايود، او تعالى نسترجع مع بعض كده الاي في كاركترستكس بتاعته الدايد. لما الدايد يكون فورورد بس فورورد بفولتج صغير، هل في كارنت بيمشي ولا هي مش فارقه؟ ده شبه الريفرس. هتقولي مش فارقه ده كارنت صغير، وقتها بيبقى كارنت صغير جدا. هقول لك طيب اهم سؤال، لو الدايد بتاعي برضو فورورد بفولتج صغير، هل لسه في الكتريك فيلد في نفس الدايركشن ده؟ هتقولي اه في الكتريك فيلد في نفس الدايركشن ده. اقول لك ليه؟ اقول لك عشان حتى البي ان جانكشن وهي فورورد بيفضل فيها عندي برضو ديبليشن ريجن، والديبليشن ريجن بتفضل برضو عامله لك الكتريك فيلد. فحتى لو انا مش حاطط ريفرس فولتج يعمل الكتريك فيلد، البيلت ان الكتريك فيلد اللي موجود نتيجه للديبليشن ريجن هيقوم بنفس الوظيفه ان هو يشد الالكترونز بتاعتي لفوق تخرج من الكوليكتور بدل ما تخرج من الاميتر. وده السبب بقى ان احنا لما قسنا الديفايس ده في المعمل لقينا لما احط فولت بالنيجاتيف شويه بيفضل برضو الكارنت ثابت. طب لحد امتى الكارنت هيفضل ثابت؟ لحد بقى لما
اعمل فورورد بكارنت كبير، فورورد بفولتج كبير، فيبدا الكارنت يزيد معايا. خد بالك بقى لما الكارنت يزيد معايا في الفورورد، الكارنت الفورورد بيمشي في انهي دايركشن؟ الكارنت الفورورد هيمشي في الدايركشن ده، ده الدايركشن بتاع الكارنت الفورورد بتاعي. الله، طب والكارنت اللي انا كنت سرقه ده من الايه، من البيز، الكارنت اللي هو الالكترونز اللي انا خدتها كان ماشي في انهي دايركشن؟ لا، ده كان ماشي في الدايركشن الريفرس. فبقى كده عندي تو دايركشنز، تو كارنتس عكس بعض، كارنت اللي هو بتاع الاميتر اللي انا سرقته، وكارنت اللي هو نتيجه لان الجانكشن بتاعتي بقت فورورد. خد بالك تو كارنتس عكس بعض، يعني التوتال كارنت هيحصل له ايه؟ يعني التوتال كارنت بتاعك هيبدا يقل. عشان كده لقينا ان الكارنت بيقل يقل 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 لحد لما الكارنت بتاعك يوصل لايه؟ يوصل للزيرو. وهي دي بقى المنطقه اللي كنا بنسميها الايه، المنطقه اللي كنا بنسميها الساتوريشن. في الحقيقه المنطقه دي مش مهمه بالنسبه لنا، المهمه بالنسبه لنا اللي احنا عايزين نشغل الترانزستور فيها هي المنطقه دي، المنطقه دي اللي احنا سميناها ايه، اللي احنا سميناها الاكتيف ريجن. ليه هي مهمه بالنسبه لنا؟ عشان هي دي المنطقه اللي بحصل فيها على فولتج كنترولد كارنت سورس. طب تعالى نحاول بقى نخلي الشرح السيمبليفايد بتاعنا ده كده ايه، علمي اكتر شويه. انا همسح برضو كده تاني ونحاول نخلي الشرح بتاعنا علمي اكتر شويه. تعالى نشوف كده المراحل اللي الكرنت بيمر بيها، المراحل اللي الكرنت بيمر بيها. اول حاجه، مين اصلا اللي بيمشي كرنت في الاول؟ الفي بي اي دي بتعمل فورورد بايسنج للجانكشن دي، فيمشي هنا كارنت فورورد. كارنت الفورورد ده لو فاكرين نتيجه الدريفت ولا ديفيوجن؟ طبعا نتيجه الديفيوجن. فيبقى اول مرحله بتمشي هنا عندي ان انا عندي ديفيوجن، ديف تيجي الالكترونز تلاقي الكتريك فيلد هنا يسرقها. زي ما قلنا ان انا اغير في الفي سي بي ده بيغير في الالكتريك فيلد، بس ما بتفرقش لان اي الكتريك فيلد اصلا هو مش لاقي الكترونز، اول ما يلاقي الكترونز هيشدها لفوق بغض النظر الفيلد ده قوي ولا ضعيف، مش هتفرق قوي، اي فيلد هيشد الالكترونز لفوق. طيب كارنت ماشي نتيجه الالكتريك فيلد، ده يبقى دريفت كارنت ولا يبقى ديفيوجن كارنت؟ طبعا يبقى دريفت كارنت. يبقى انا عندي هنا دريف، عشان كده بنقول بقى ان البي جي تي اوبريشن هو ديف دريف. الله، يعني ايه ديف دريف؟ يعني بيحصل ديفيوجن عند الاميتر بيس جانكشن، وبعد كده يحصل دريفت عند الكوليكتور بيس جانكشن. فالاميتر بيس جانكشن الكارنت بيمشي باي ديفيوجن، والكوليكتور بيس جانكشن الكارنت بيمشي باي ايه؟ الكارنت بيمشي باي دريفت. طيب تعالى برضو نخلي الموضوع علمي اكتر شويه. هتلاقي في الكتب بيقول لك ان عند الاميتر بيس جانكشن مش بيقول لك بقى ديفيوجن، هتلاقيه بيقول لك بيحصل انجكشن. الله، يعني ايه بيحصل انجكشن؟ زي ما كنا بنقول بقى، اكن الاميتر بيس جانكشن دي هي الحقنه، هي الحقنه اللي بتدي الكوليكتور بيس جانكشن حقن الكترونز، ياخد هو الحقنه من هنا يمشي كارنت من هنا. فدي دي المنطقه اللي بيحصل فيها عمليه الانجكشن، بتديك الالكترونز اللي هي تروح عند الكوليكتور بيس جانكشن بقى وتتشد بالفيلد، تطلع ايه؟ تطلع من الكوليكتور. فهتلاقي في الكتب مصطلح الانجكشن. طب هتلاقي كمان في الكتب برضو بيقول لك حاجه كده ايه، حاجه مهمه تعالى نفكر فيها بقى. لما نرسم الايه، لما نرسم ال ان بي ان بتاعنا كده اهو، بدل ما هو مرسوم كدايودز انا هرسمه لك كده اهو، اكن عندك ان بي ان. ركز معايا بقى اهو، الانترفيس دي كده بيحصل عندها زي ما اتفقنا انجكشن للالكترونز، بيحصل عندها انجكشن للالكترونز. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انك بتلاقي هنا عندك الكترون كونسنتريشن عالي جدا، عمال تحقن الكترونز تحقن الكترونز. والعكس تماما، في المنطقه دي عندك الكترون كونسنتريشن صغير جدا، الكترون كونسنتريشن صغير جدا. فاللي بيحصل اكن الالكترونز داخله على زحليقه، يوم حصل لها هنا جوه البيز نفسها، جوه البيز نفسها يحصل لها عملية ديفيوجن لكنها نزلت في زحليقة. توصل للجانكشن دي، توصل للجانكشن دي تلاقي مين اللي مستنيها؟ تلاقي الالكتريك فيلد مستنيها، ياخدها الالكتريك فيلد وتكمل رحلتها هنا ايه؟ وتكمل رحلتها هنا دريفت. يبقى عندك في الحقيقة ثلاث مراحل، مرحلة انجكشن اهي، والانجكشن ده ما هو الا ديفيوجن، بعد كده مرحلة ديفيوجن، وبعد كده مرحلة دريفت. او لو عايز تسمي الانجكشن ده ديفيوجن بقى، يبقى هيبقى عندك في الحقيقة ديف ديف دريف. عندك هنا ديف في الاول
مرحلة رقم واحد اهي ديف او انجكشن. مرحلة رقم اثنين ديف برضو جوه البيز نتيجة فرق الكونسنتريشن الرهيب اللي موجود. مرحلة رقم ثلاثة دريفت عند الكوليكتور بيز جانكشن نتيجة الالكتريك فيلد هيشد الالكترونز يخرجها من الكوليكتور. واحد هيقول لي بقى طب والكارنتس دي كده برضو يعني كي في ال وكي سي ال شغالين في الفيلم ده كله؟ طبعا شغالين, مفيش دايره, مفيش دايره ما اقدرش اطبق عليها كي في ال وكي سي ال. دول بيزك لوز كونزرفيشن لوز. كونزرفيشن لوز دي لازم دايما تكون ساتسفايد. هتقول لي طب الكارنت بيمشي فين بالظبط, يعني الكوليكتور كارنت ده بيروح فين؟ اقول لك ما هي اللوب قافله قدامك اهي. فين اللوب اللي قافله دي؟ اهو تعال نطبق كده كي في ال وكي سي ال اهو هنا. طبق لي هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان عندك هنا اهو اميتر كارنت بيتقسم لبيز كارنت وكوليكتور كارنت اهو. ادي الاميتر كارنت هو هو على فكره الكارنت اللي كان جاي من الالكترونز اللي هنا هو هو الكارنت ده اهو. الكارنت ده ماشي كده, ده الاميتر كارنت اهو اهو بيروح هنا كوليكتور كارنت هو ده الكارنت اللي اتسرق, ده الكارنت اللي الكوليكتور خده. الالكترونز لما اتشدت لفوق وجزء صغير بيز كارنت دول الالكترونز اللي هربوا عرفوا يخرجوا من البيز. فالكي في ال ساتسفايد برضو. لو انت جيت تعمل كي في ال هتلاقي الفي سي اي هو الفي سي بي بلس الفي بي اي والكي سي ال ساتسفايد. طب نفهم بقى التسميات, نفهم التسميات ده ليه اسمه الاميتر؟ عشان هو اللي بيطلع الكاريرز, ده اللي بيميت الكاريرز, هو ده اللي بيميت الكاريرز فسموه الاميتر. طب ده ليه اسمه الكوليكتور؟ عشان هو اللي بيكوليكت الكاريرز. يعني الاميتر بيطلع الكترونز والكوليكتور هو اللي بيلمها, هو اللي بيسرق الكاريرز دي ويلمها, عشان كده اسمه الايه؟ اسمه الكوليكتور. طب تعالوا بقى نلخص الكلام ده بقى في شويه معادلات, وهي المعادلات دي بقى اللي احنا هنستعملها في الحقيقه عشان نحل السيركتس بتاعتنا. يبقى اول معادله واهم معادله ان الكوليكتور كارنت بتاعي زي ما قلنا ما بيعتمدش على الكوليكتور فولتج, ده بيعتمد على الفي بي اي بطريقه اكسبوننشال, وده هو الفولتج كنترول كارنت سورس. فلو انا جيت ارسم الكاركترستكس دي على فكره اهو, جيت ارسم الكوليكتور كارنت فيرسس الفي بي اي, هلاقي معايا اكسبوننشال كاركترستكس زي الدايت بالظبط, بس المختلف ان انا مش بقى بتكلم على فولت وكارنت ماشيين في نفس البرانش, لا ده فولت في ناحيه وكارنت في ناحيه ايه؟ وكارنت في ناحيه تانية. عشان كده قلت عليه فولتج كنترول كارنت سورس, هي نفس المعادله الاكسبوننشال بتاعه الايه؟ بتاعه الدايت. طيب قلنا بقى ان انا هعرف الريشيو ما بين الاي سي والاي بيز ان هي البيتا, يبقى كده اقدر اقول لو جبت البيتا الناحيه دي والاي بيز الناحيه الثانيه اقدر اقول ان الاي بيز ما هو الا الاي سي بس اتقسم على فاكتور كبير, اتقسم على فاكتور كبير. فبرضه الكاركترستكس بتاعته هي هي الاكسبوننشال بس مقسومه على مين؟ مقسومه على بيتا. لو جبت البيتا الناحيه الثانيه اقدر اقول ان الاي سي بيساوي بيتا اي بيز, وزي ما اتفقنا مع بعض البيتا دي اكبر بكتير من الواحد نتيجه ان الكوليكتور بيسرق معظم الكارنت, فبالتالي اقدر اقول ان الكوليكتور كارنت اكبر بكتير من البيز كارنت, وده ابروكسيميشن مهم جدا بنستعمله. احنا في الحقيقه احيانا اصلا بنهمل البيز كارنت بالكليه, احيانا بنقول ان الاي سي بيساوي الاي اي ونهمل البيز كارنت بالكليه كابروكسيميشن واحنا بنحل الايه, واحنا بنحل المسائل. لكن لو جيت تطبق الكي سي ال زي ما الكتاب بيقول, الكي سي ال هيقول لك ان الاميتر كارنت هو مجموع الاثنين, مجموع الكوليكتور كارنت زائد البيز كارنت. طب تعالى نعوض, ده كده اي سي زي ما هو, ده كده زي ما اتفقنا اي سي على بيتا, خد الاي سي كومن اهو هيطلع معاك القوس ده 1 زائد 1 على بيتا, وحد المقامات هيطلع لك بيتا بلس 1 على بيتا. بناخد دي كده الترم ده كده كله وهنسميه 1 على الفا, نسميه 1 على الفا, فالالفا جيفن بالايكويشن دي كده اهو. مفيش اي حاجه انا عملتها غير ان انا خدت الشكل ده كده وقمت مسميه اسم جديد سميته الالفا اهو بالشكل ده. فبالتالي اقدر اقول ان الاي اميتر بيساوي الاي سي على الالفا. طبعا خد بالك معايا احنا اتفقنا ان البيتا اكبر بكتير من الواحد, طب الالفا اخبارها ايه؟ الالفا خد بالك ان هي دايما هتبقى اصغر من الواحد نتيجه ان انا عندي فوق بيتا وعندي تحت بيتا بلس 1, بس هتبقى هي اصغر من الواحد بس قريبه من الواحد. طب ليه قريبه من الواحد؟ لان اصلا البيتا دي كده اوريدي اكبر بكتير من الواحد, فاكني مثلا بقول ان الالفا لو البيتا ب 100 ان هي هتساوي 100 على 100 بلس 1, او 100 على 100 بلس 1 يعني دي قرب الواحد في الحقيقه, هي اصغر من الواحد بس اصغر منه بحاجه بسيطه جدا. فبالتالي هم دول الالفا والبيتا بتوعنا. طبعا ما تنساش ان الاميتر كارنت هو الكبير اصلا, هو الكبير ويرجع يتقسم, فدايما الاميتر كارنت اكبر من الكوليكتور كارنت, وطبعا اكبر بكتير من الايه؟ من البيز كارنت. طب ازاي بقى بنعمل فابريكيشن للكلام ده براكتيكالي؟
بنجيب حتة سيليكون اهي، وليكن حتة السيليكون دي هي اصلا ام، او بعمل دوبينج المنطقة كبيرة ام، بعد كده ارجع اعمل دوبينج تاني اعكس الدوبينج في الجزء ده اخليه بي، وبعد كده ارجع اعمل دوبينج في الجزء ده اخليه ان عالي قوي ان بلس. الجزء ده كده ده الاميتر، وده كده هو البيز، وده كده هو الكوليكتور. زي ما اتفقنا بقى عندي ايه، عندي تو جانكشنز، عندي جانكشن هنا اللي هي الاميتر بيز جانكشن، وعندي جانكشن هنا اللي هي الكوليكتور بيز جانكشن. الفكره بقى ان الالكترونز وهي ماشيه هتتشد زي ما اتفقنا بقى، وتروح تخرج من مين، وتروح تخرج بدل ما تخرج عند البيز هتخرج عند الكوليكتور. عشان كده بعمل الكوليكتور كبير، محاوط الايه، محاوطهم كلهم عشان يعرف يلم الالكترونز كلها، عشان يعرف يلم الالكترونز دي كلها. زي ما احنا شايفين بقى الديفايس بتاعي ما هوش سيمتريك، الاميتر ما هوش زي الكوليكتور. الاميتر بيكون صغير والدوبينج بتاعه كبير قوي، والكوليكتور العكس بيكون كبير والدوبينج بتاعه قليل، عشان كده الديفايس بتاعي ما هوش سيمتريك. طب لما نيجي بقى نستعمل البي جي تي بتاعنا ده في السيركتس، لازم نعمل له بقى سيمبل سهله. انا مش هقعد كل مره ارسم بقى رسمه عجيبه كده واقول لك ان وبي وان بالشكل ده، لا، عايز اعمله سيمبل سهله احطها في الايه، احطها في السيركتس. فتعالوا نشوف كده السيمبل اللي الناس اختاروها شكلها عامل ازاي. ادي الديفايس بتاعي اهو، هو اللي جوه الصندوق ده. زي ما اتفقنا انا هنا عندي مثلا ان بي ان اهو، واللي فوق ده كده هو الكوليكتور سي، واللي تحت هو الاميتر الاي، ودي هي الايه، ودي هي البيز. عباره عن ايه بقى الرسمه بتاعتي؟ بعمل شرطه كبيره كده عند البيز، وشرطه مايله، خد بالك شرطه مايله وشرطه مايله. طيب ازاي اميز الاميتر عن الكوليكتور؟ قالك نيجي عند الاميتر ونعمل سهم. طب نعمل السهم ده في انهي اتجاه؟ قالك اعمله في الاتجاه اللي الكرنت ماشي فيه. احنا اتفقنا مع بعض ان الكرنت ماشي في الدايركشن ده كده اهو، يبقى اروح اعمل السهم بيشاور كده اهو اهو، يبقى دي كده السيمبل بتاعه الان بي ان ترانزستور. طب البي ان بي نفس الكلام بالظبط، هعمل شرطه كبيره عند البيز، خط مايل كده اهو وخط مايل كده اهو. طب ازاي اميز الاميتر عن الكوليكتور؟ قالك روح عند الاميتر واعمل لي سهم. طب سهمي بيشاور فين؟ بيشاور في الاتجاه اللي الكارنت ماشي فيه. خد بالك ان الكارنت زي ما قلنا بيمشي دايما من فوق لتحت، فاروح اعمل سهم بيشاور في الاتجاه ده كده اهو. يبقى ده كده الرمز بتاع البي ان بي ترانزستور. طب ازاي بنديفاين بقى الكارنت والفولت؟ زي ما اتفقنا ده الكارنت هسميه اي بيز، اي اميتر، اي كوليكتور. طب والفولتات؟ ده في بي اي، فولت ما بين البيز والاميتر، وده في سي اي، فولت ما بين الكوليكتور والاميتر، وده في سي بي او في بي سي. شوف بقى انت عايز، لو في بي سي يبقى بيشاور كده اهو، لو عملته في سي بي، لو انعكست كده او خليت السهم بيشاور كده اهو بالشكل ده، هيبقى بدل ما هو في بي سي هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه في سي بي. نفس الحكايه بالظبط بالنسبه للايه، بالنسبه للبي ان بي ترانزستور. طيب ايه الهدف بتاعي؟ الهدف بتاعي ان انا اشغل الترانزستور ده كفولتج كنترول ده كارنت سورس، فبالتالي محتاج اخلي الجانكشن دي فورورد، وخلي الجانكشن دي ايه، وخلي الجانكشن دي ريفرس. طب تعالوا بقى قبل ما نخلص الجزء ده في المحاضره نراجع مع بعض تاني الكاركترستكس اللي احنا كنا بنشرحها. اتفقنا مع بعض ان انا لو جيت ارسم الاي سي فيرسس الفي سي بي، بيطلع كارنت ثابت بالشكل ده، وبعد كده يبدا الكارنت فجاه ايه، يقوم نازل لتحت جامد اهو بالشكل ده كده اهو. واتفقنا ان ايه الكارنت الثابت ده معناه فولتج كنترول ده كارنت سورس. طيب لو جيت ارسم بقى نفس الكاركترستكس بس مع الفي سي اي اهو، تعالى نشوف معايا كده اهو نفس الكاركترستكس بس مع الفي سي اي. خد بالك ان احنا اتفقنا اصلا ان الجانكشن اللي هي ما بين البيز والاميتر دي اكن عندي دايود فورورد، عشان كده بقى قلت لكم ان الفي بي اي ده تقريبا بيساوي الفي اون، لان انا بالظبط اكن عندي هنا دايود فورورد بايست، مفيش اي اختلاف عن الدايود الفورورد بايست، غير ان الكارنت بتاعه اتسرق من البيز راح للكوليكتور. فانا عندي هنا دايود فورورد بايست، اللي هو انهي دايود؟ اللي هو الدايود ده. فبالتالي الفولت ما بين البيز والاميتر، الفولت ده كده تقريبا بيساوي الفي اون. عشان كده بقى لو جيت عملت الكي في ال بتاعك اهو، تعالى نعمل كي في ال، ده كده هو الفي سي بي، وده كده هو الفي بي اي، وده كده الفولت من اول هنا فوق الكوليكتور طبعا، من اول هنا لحد تحت كده، ده هو الفي سي اي. لو جيت عملت الكي في ال زي ما كنا قلنا قبل كده، هتلاقي ان الفي سي اي بيساوي الفي سي بي
بلس الفي بي اي اللي هو بيساوي الفي اون، فمعناها ان انا هروح على الاكس اكسس ده كده وهاخد كل نقطه وازود عليها 0.7. هنا حشفت الجراف ده كده، هاخد اكني خدت الجراف ده كده وحشفته لليمين، تعالى نعمل بقى اللون مختلف اهو، هاخد الجراف ده كده وحشفته لليمين 0.7. طب احنا اصلا النقطه دي كانت موجوده عند ماينس في اون اللي هي ماينس 0.7 يعني، فاكني هاخد الكاركترستكس دي كده وهرسمها تاني بس هتيجي بالشكل ده اهو. خدت كل حاجه وشفتها لليمين 0.7 فبيطلع لك الاي سي في سي اي كاركترستكس بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وزي ما قلنا بقى بتلاقي ان الفولت ده اراوند من 0.1 ل 0.3 فولت اللي احنا بقى بنسميه الفي سي اي سات. وبكده نكون وصلنا لنهايه الجزء ده في المحاضره. ان شاء الله في الجزء الجاي بقى هنشوف ازاي نعمل موديل ايكويفالنت موديل للترانزستور، يعني اشيل الترانزستور ده واحط مكانه سيركت اليمنت شكلها عامل ازاي من السيركت اليمنت اللي انا عارفها من قبل كده، وازاي نبدا نعمل بقى اناليسيس للايه اناليسيس للترانزستور سيركتس. بشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.